هلا في عنا نوعين للالكترون مايكروسكوب، النوع الاول بنسميه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، النوع الثاني بنسميه سكانينج الكترون مايكروسكوب، برمزوا لهم بالرمز تي اي ام وسي او اس اي ام. رح نبدا انا وياكم نتعرف بشكل بسيط ايش هو، هنتعرف بشكل بسيط ايش هو المبدأ اللي بيشتغل فيه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب واللي بيشتغل فيه السكانينج الكترون مايكروسكوب. ركزوا معي حتى تفهموا ايش المطلوب منكم. هلا شوفوا، من اسمه كلمة ترانسميشن يا جماعة يعني انتقال، كلمة ترانسميشن يعني انتقال. اللي بيصير عندي في الترانسميشن الكترون مايكروسكوب بكل بساطة، مذكرين الالكترون جان اللي حكينا عنه اللي هو مستودع الالكترون او هو مصدر اللي بيزود المايكروسكوب بالالكترونز، تمام؟ هذا المستودع او المصدر اللي بيزود الميكروسكوب في الالكترونز، تمام، بضخها الالكترونات. الالكترونات في الترانسميشن الكترون مايكروسكوب بتعبر عبر السبيسمن، اذا هي ايش مالها؟ الكترون باس ثرو سبيسمن. ايش يعني باس ثرو سبيسمن؟ يعني تعبر عبر الالكترونات او تعبر من خلال الالكترونات. راح اكتب لكم العباره اللي هي باس، هيها سبيسمن. فيك انت توقف الصورة وتنقل العبارة، فيك توقف الصورة وتنقل العبارة باس ثرو سبيسمن. اذا ايش اللي انا بصير عندي؟ اللي انا بصير عندي بكل بساطة انه انا عندي الالكترونز بتطلع من الالكترون جان، تمام، تنزل على الماجنت او اللي هو زي ما حكينا المغناطيس. المغناطيس بيركز لي هذه الالكترونات، تمام، وبدفعها باتجاه العينه. هيها السبيسمن، هي بتكون هون السبيسمن، بدفعها باتجاه العينه. طبعا ايش بصير عندنا؟ الالكترونز في هاي الحاله بتتخلل او بتفوت عبر السبيسمن. لما بتفوت عبر السبيسمن بصير في تفاعل بينها وبين السبيسمن، نتيجه هذا التفاعل تنتج عندي طاقة، تمام. هاي الطاقة بنستخدمها وبنكبر الطاقة هذه باستخدام الأوبجكتيف لينز والبروجكتيف لينز، ونعكس الصورة على السكرين أو على الشاشة، فبنشوف الصورة مكبرة. حكينا دائما إنه دائما شاشة الإلكترون مايكروسكوب بتكون موصولة بالكمبيوتر، دائما شاشة الإلكترون مايكروسكوب بتكون موصولة بالكمبيوتر. هلا لأنه الالكترونات بتتغلل في السبيسمن في الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، فدائما احنا بنفضل نستخدم الترانسميشن الكترون مايكروسكوب اذا انت بدك تشوف الانترنال ستراكشر للاشي اللي عندك. كيف يعني؟ يعني انا بدي اشوف البكتيريا، بدي اشوف العضيات الموجوده جواها او الستراكشرز الموجوده جواها او التراكيب اللي بتتكون منها، كيف شكل مثلا النيوكلياس عندها، كيف النيوكلياس يعني النواه، كيف شكل النواه عندها، كيف شكل السيتوبلازم عندها، كيف شكل البلازما ممبرين او الغشاء البلازمي عندها. في هاي الحاله يفضل استخدام الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، لانه هو دائما ما حكينا بيهتم بتفاصيل الداخليه للإشي، بيهتم بالتفاصيل الداخلية للعينة تبعتك اللي انت حابب انك تشوفها. طيب حتى اوضح لكم كمان، حتى ما حدا منكم يكون عنده ايتها مشكلة بالنسبة للترانسميشن مايكروسكوب، انا تكون عندي هون هاي الجان، تمام، الجان تطلع منه الالكترونز. الالكترونز يا جماعة بصير لها، خلنا نحكي تجميع وتقوية، بصير لها هيو تجميع وتقوية في الماجنت اللي هو المغناطيس، تمام. المغناطيس هذا بوجه الالكترونات هذه على وين؟ على السبيسمن. اللي بدك اللي لازم تعرفه في الترانسميشن مايكروسكوب انه الالكترونز هذه، شوف هاي، هذا اللي عم برسم انا الخطوط اللي بالقلم الزهري، هاي يا جماعه مسار الالكترونات. الالكترونات بتتغلل او بتفوت عبر باس ثرو، ها باس ثرو، بتفوت عبر ايش؟ بتفوت عبر العينه تبعتك، تمام. بعدين هون بيجيها اللي هي العدسات المكبرة، اللينس، العدسات المكبرة، وبتنعكس عندي الصورة هنا على السكرين أو على شاشة الكمبيوتر بشكل مكبر، على شاشة الكمبيوتر بشكل مكبر. طيب
هذا الكلام وين بيصير؟ بالتي اي ام او بالترانسميشن الكترومايكروسكوب. طيب يا مس، شو بالنسبه للنوع الثاني من الالكترومايكروسكوب اللي هو السكاننج، اللي هو السكاننج الكترومايكروسكوب؟ اللي بيصير في السكاننج الكترومايكروسكوب انه الالكترونات ما بتتغلل جوات العينه، هي فقط بتمسح او بتتفاعل مع العينه او مع السطح الخارجي من العينه. يعني هاي عندنا الجن، هاي الجن، ايش الحال؟ هاي الالكترونات، تمام. نفس الاشي الماجنت، الماجنت او المغناطيس بوجهها، تمام، على ايش؟ على السبيسيمن، تمام، السبيسيمن او العينه، تمام. ما الالكترونات ما بتخترق العينه، شو بتعمل؟ بتعمل لها سكان. كيف انت بتعمل لإشي سكانينج او كيف تعمل لورقه سكانينج او مسح؟ هي تمسح العينه من الخارج لكنها ما بتتغلل فيها. طب مس، هل بتتفاعل معاها؟ يعني هل بيصير في تفاعل بين العينه والسبيسيمن؟ اكيد بده يصير تفاعل، لانه لو ما صار تفاعل بين الالكترونات اللي طالعه من هون، بين الالكترونات اللي طالعه من الجن والسبيسيمن، ما بتنتج طاقه حتى تعكس لي الصوره اللي انا بدي اياها، تمام. بس الفكره انه في الترانسميشن الكترومايكروسكوب بصير في عنا بتتغلل الالكترونات داخل التفاصيل الداخليه للعينه، اما في السكاننج الكترومايكروسكوب فهي فقط تمسح العينة من برا. مشان هيك دائما السكاننج الكترومايكروسكوب نستخدمه لما بدنا ندرس الاكسترنال ستراكشر اوف سبيسيمن، لما بدنا ندرس الاكسترنال ستراكشر اوف سبيسيمن. يعني احنا ايش بدنا ندرس يا جماعه؟ لما بدنا ندرس خلينا نحكي الستراكشر الخارجي للعينه تبعتنا، ندرس التفاصيل او الستراكشر الخارجي للعينه تبعتنا. طبعا هاي مكتوب لكم هون. هلا الحلو في السكاننج الكترومايكروسكوب انه بعطيك صوره 3D، يعني بيعطيك صوره ثلاثيه الابعاد، بينما في الترانسميشن الكترومايكروسكوب فالصوره هي ثنائيه الابعاد. هلا رح نيجي على مقارنه بين النوعين من الالكترومايكروسكوب. طيب بالنسبة للترانسميشن زي ما حكينا، بيطلع عنا الالكترون، بتطلع عنا من وين؟ من الجان. السبيسيمن يا جماعة لازم تكون مغلفة بهيفي ميثل. ايش هيفي ميثل؟ يعني عناصر ثقيلة. لازم تكون العينة تبعتك انت قبل ما انت حاططها على الميكروسكوب ضايف عليها عنصر من العناصر الثقيلة. طبعا بنتج عن هذا الكلام زي ما انتم شايفين as beam of electron passed over the specimen. شو يعني over the specimen؟ يعني الالكترونات هي يعني تسير او تمشي او تعبر فقط فوق العينة، لا تتغلل في العينة، هي فقط بتمسح العينة من فوق، تعطينا صورة 3D للسبيسيمن. للسبيسيمن ايش؟ سيرفيس. سيرفيس يا جماعة يعني سطح الاشي من برا، يعني استراكشر الاشي من برا، يعني الشكل الخارجي للعينة تبعتك. طبعا هاي زي ما انتم شايفين، شوفوا كيف الترانسميشن الكترومايكروسكوب بورجيك الانترنال استراكشر، بورجيك الاستراكشر الداخلي او التركيب الداخلي للعينة تبعتك، بينما السكاننج الكترومايكروسكوب بورجيك فقط شكلها الخارجي وبعطيك الاشي بثلاث ابعاد، او بعطيك للاشي صورة 3D، بعطيك للاشي صورة 3D. في عنا هون اهم، هو صراحة في جدولين للفروقات بين الترانسميشن الكترومايكروسكوب والسكاننج الكترومايكروسكوب. رح نحكي هسا انا وياكم باول اشي بالديفرنسز اللي هي إلها علاقة بالخصائص. هلأ دائما في الترانسميشن الكترومايكروسكوب زي ما حكينا، الكترون بيم يعني سيل الإلكترونات بس ثروتن سبيسيمن، يعني إشمالها تخترق العينة أو بتخترق العينة أو السبيسيمن اللي أنت حاططها، بينما في حالة السكاننج الكترومايكروسكوب فهي إشمالها فقط بتمسح السطح الخارجي منها. دائما العينه اللي انت بدك تستخدمها مع الترانسميشن الكترومايكروسكوب لازم تكون
thin specimen. ايش يعني؟ لازم يكون يعني العينة تبعتك اللي انت بتحطها على الشريحة الزجاجية يا جماعة thin، لازم تكون رقيقة جدا. ليش؟ لانه حتى تقدر الالكترونات تخترقها بسهولة. بينما في السكانينج الكترون مايكروسكوب لو ما كانت thin بيكون عادي ما في مشكلة، لكنها لازم تكون كوتد. ايش يعني كوتد؟ لازم يكون مضيوف لها مغلفها هيفي ميثل، وبالعاده بيكون هذا الهيفي ميثل هو الذهب او هو الجولد. ليش لازم يكون، لازم تكون مغلفه حتى ما تقدر الالكترونات تخترقها لكن تنعكس عنها، ما تقدر الالكترونات تخترقها حتى نمنع الالكترونز انها تخترق العينه. طيب هنا الصوره بتكون 2D او 2 دايمنشنال، يعني لها فقط طول وعرض، اما هون بتكون الصوره اللي بتنتج 3D. هلا في الترانسميشن الكترون مايكروسكوب بيكون عندنا هايلي ريزولوشن، وصرنا نعرف شو يعني ريزولوشن، يعني الوضوح، ويعني انه الاشياء بتبين بعيده عن بعضها البعض وبتبين كاشياء منفصله. في عندنا هون لور ريزولوشن. بالنسبه للترانسميشن الكترون مايكروسكوب هو طبعا اغلى من السكانينج الكترون مايكروسكوب، اكسبنسيف غالي، شيب رخيص. هلا بالنسبه للترانسميشن الكترون مايكروسكوب دائما ايش بورجيني؟ زي ما حكينا بورجيني الكاركترستيك او المالتيبل كاركترستيك اوف اوبجكت، اما هون بورجيني فقط المورفولوجي للسبيسيمن او الشكل الخارجي للسبيسيمن. ماشي الحال؟ هيك يا جماعه. هلا شوفوا السلايد هاد انا راح احكيه في اول المحاضره الجاي على اساس يكون مراجعه للفرق بين الالكترون مايكروسكوب واللايت مايكروسكوب. هلا هذا اتركوا لي اياه زي ما حكينا لبدايه المحاضره الجاي، بحكيه بذكركم بالالكترون مايكروسكوب واللايت مايكروسكوب كنوع من المراجعه، وببدا بالشابتر اللي بعدي. هلا اللي انا بدي اكمل عليه في هذا الفيديو هو مقارنه او تكمله المقارنه بين السكانينج مايكروسكوب والترانسميشن الكترون مايكروسكوب. طبعا هذا جوانب المقارنه غلط، اشطبها وحط لي هنا سكانينج الكترون مايكروسكوب وترانسميشن الكترون مايكروسكوب. هلا المقارنه هذه فقط في البريبريشن، يعني انت لما بدك تجهز عينتك حتى تحطها على السكانينج او على الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، شو هي بعض التجهيزات اللي بتختلف بين السكانينج والترانسميشن؟ في السكانينج انت ممكن تستخدم living or dead tissue، يعني العينة تبعتك ممكن تكون عينة حية ممكن تكون عينة ميتة، يعني ممكن اجيب مثلا انا بكتيريا عايشة واشوفها تحت الميكروسكوب وممكن اجيب بكتيريا ميتة. بينما في حالة الترانسميشن مايكروسكوب لازم العينة تكون dehydrated، لازم العينة تكون ميتة، لازم العينة تكون dead، سواء كانت بكتيريا او فيروس او الى اخره، او كانت عبارة عن خلايا لازم تكون هاي الخلايا خلايا ميتة. هلا لازم انا بس احط العينة على السلايد او على الشريحة الزجاجية، لازم يا جماعة تكون مثبتة، او احنا عاملينها فيكسيشن. فيكسيشن يعني تثبيت. هلا انا بثبت للسكان الكترون مايكروسكوب بالفورمالين او الكحول، بينما بستخدم للترانسميشن الجليتر الديهايد. طيب كذلك الامر، انا قبل ما مش بس بثبتها، كمان لازم احط اضيف عليها مادة، بضيف هنا عندي واكس او ريزن اللي هو زي بضيف عليها مادة شمعية. هلا بالنسبة ل كمان لازم تكون لما دايما مع الترانسميشن الكترون مايكروسكوب لازم تكون العينة very thin، لازم يكون خلينا نحكي عرضها اقل من 50 نانومتر. اما بالنسبه للستكشنينج او شو يعني ستكشنينج، يعني تقطيع العينه، يعني العينه انت لما بدك تحطها على الالكترون مايكروسكوب بدها تكون قديش عرضها، قديش سمكها، تمام؟ سمكها معك لحد اقل من 20,000 نانومتر، فاذا هذه لازم تكون اشمالها very thin. انا مش مهم عندي 20,000 ولا هذا، هون تحكي لي very thin يعني رقيقة جدا، وهون تحكي لي thin كفاية، المهم تعرف لي مين الهافي thin. طيب هلا ممكن أيامس انا اصبغ العين اللي بدي اشوفها تحت الالكترون مايكروسكوب؟ نعم. هلا ممكن تستخدم هنا الووتر سوليبل داي، يعني لازم تكون صبغة تدوب في الماء، اما هنا تصبغها بالهيفي ميثل، تصبغها بالمعادن الثقيلة. طيب سبورت ايش يعني؟ يعني لما انا بدي احط
العينة على اشي بحطها على جلاس سلايد او على شريحة زجاجية. اما هون لازم تكون الشريحة تبعتي مكونة من النحاس، لازم تكون الشريحة تبعتي مكونة من النحاس. هاي يا جماعة اهم الفروقات اللي بين الترانزميشن مايكروسكوب والسكانينج مايكروسكوب. بتمنى تكونوا فهمتوا. المرة الجاية بنعمل مراجعة سريعة قبل ما نبدأ بالمحاضرة.